السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين. في فيديو اليوم سأقوم بشرح موقع firego.net الذي يرسل لنا 5600 جوهرة مجانا إلى حسابنا على Free Fire. الطريقة شغالة على كل أجهزة الموبايل وأيضا على أجهزة الحاسوب. قبل أن نباشر في الشرح اضغطوا على زر الاشتراك لكي يصلكم كل جديد بخص اللعبة، ولا تنسوا تفعيل الجرس. كما ترون معي في الشاشة هذا حساب جديد أنشأته لكي أجرب عليه الموقع، وكما ترون الحساب ليس فيه أي جوهرة. تابعوا معي الطريقة لشحنه. أولا نقوم بالضغط على صورة حسابنا، ثم نقوم بنسخ الاي دي الخاص بنا. بعد ذلك نقوم بفتح أي متصفح سواء كان كروم أو سفاري أو أي متصفح لا يهم. بعد أن فتحنا المتصفح نقوم بكتابة الموقع firego.net. بعد أن يتحمل الموقع نقوم بلصق الاي دي الخاص بنا، ثم نختار 5600 ونضغط على استمرار. هنا يقوم النظام بتحضير الجواهر التي طلبناها في الخطوة السابقة. جربت هذه الطريقة على عدة حسابات والموارد شرعية وليس فيها أي خطر على حسابك. بعد أن قام النظام بتحضير الجواهر طلب منا أن نقوم بالتحقق من أننا إنسان ولسنا روبوت. نضغط على زر التحقق. هنا يجب علينا إكمال عرضين من القائمة. العروض تختلف حسب البلد، فلا تقلقوا إن ظهرت لكم عروض مختلفة، فقط قوموا باختيار أي عرضين. العرض الذي اخترته طلب مني إدخال رقم هاتفي، سأقوم بإدخاله ثم أضغط على زر الاستمرار. سننتظر قليلا حيث سيصلني الكود أو بما يسمى بالرقم التعريف الشخصي في رسالة قصيرة. هذا هو الكود، سأقوم بكتابته ثم سأضغط على زر التأكيد. بعدها مباشرة سأختار عرض ثاني وأقوم بإكماله. هذا العرض أيضا طلب مني إدخال رقم هاتفي، سأقوم بإعادة كتابة رقم هاتفي ثم أضغط على زر الاستمرار. ننتظر الرمز السري. وصلنا الرمز، سنقوم بكتابته ثم نضغط على زر التأكيد. وكما ترون تمت عملية التحقق بنجاح. بدأ الموقع بإرسال الموارد التي طلبناها. سنقوم بفتح اللعبة لنتأكد. وكما ترون أعزائي المشاهدين بدأ موقع فايرجو في إرسال الجواهر التي طلبناها بسرعة رهيبة. هنا تمت عملية الشحن بنجاح، وصلتني الكمية التي طلبتها كاملة الحمد لله. هذه هي الطريقة التي تعمل بسهولة وسرعة، قمت بشرحها لكم بالمجان. كل ما أطلبه منكم هو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.